يومان وينطلق القمر الصناعي المصري الجديد طيبة واحد، والذي سيكون الأول من نوعه لأغراض الاتصالات وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، حيث سيتم إطلاقه بوساطة الشركة الفرنسية أريان سبيس على متن المركبة الفضائية أيروستار 3000 بوساطة صاروخ الإطلاق أريان 5، وإطلاقه من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية. وتم الانتهاء بشكل رسمي من عمليات الاختبار الخاصة بأنظمة القمر الصناعي والتأكد من سلامتها، كما انتهت عملية ملء خزانات الوقود والتي تكفي القمر للبقاء في الموقع المداري الخاص به لمدة 15 عاماً. القمر الصناعي سيعمل على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل. وتتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي طيبة واحد عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية. بإطلاق القمر المصري طيبة واحد ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة وفقا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية. 48 ساعة بتفصلنا عن إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة واحد. إيه حكايتنا مع الأقمار الصناعية في مصر؟ ويا ترى مصر عندها كم قمر صناعي؟ وليه بنطلق القمر الصناعي؟ وإيه الفوائد اللي بتعود علينا؟ ده هيكون محور نقاشي مع ضيوفي اللي برحب بيهم: دكتور رامي أحمد فتحي، استشاري وخبير في الاتحاد الدولي للاتصالات ونائب رئيس اللجنة الدولية ورئيس فرقة العمل الأولى المعنية بوضع المعايير الدولية لتكنولوجيا انترنت الاشياء والمدن والمجتمعات الذكيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. والمهندس طارق شامخ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنيه بالمصريه للاتصالات سابقا. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور رامي، يعني في نوفمبر 2019 كم قمر صناعي مصري الان في الفضاء؟ شوف حضرتك، في العديد من الاقمار الصناعيه النهارده مصر تمتلكها، في اقمار مختصه بأنظمة البث الفضائي زي النايل سات، يعني يمكن احنا في 98 كانت مصر أطلقت نايل سات 101. طبعا أي قمر صناعي بيكون له عمر افتراضي، لأنه لما بيكون طاير في الفضاء ما بيقدرش الوقود اللي بيشغله وبيشغل الأجهزة اللي عليه والبطاريات اللي بتبقى موجودة عليه ما بيفضلش شغال إلى أبد الآبدين. فأي قمر صناعي بيكون له فترة تشغيل أو فترة زمنية عمر افتراضي. نايل سات 101 انتهى عمره الافتراضي في 2013، فتم إطلاق نايل سات 102 سنة 2000، وثم نايل سات 201 سنة 2010. في يبقى ده كاتيجوري أو ده نوع من أنواع الأقمار الصناعية اللي مصر النهاردة يعني بتشغلها وبتطلقها وبتشغلها بنجاح، وعندنا خبرة وكوادر مصرية يعني متميزة جدا في هذه الشركة الوطنية الأصيلة. في نوعيات تانية من الأقمار خاصة بالاستشعار عن بعد، دي طبعا بيتم إطلاقها من خلال هيئة الاستشعار عن بعد ورموز الفضاء، ودي بتبقى يا إما أقمار استشعار، في كذا قمر بقى تم إطلاقه، يمكن حتى كمان أقمار صغيرة الحجم بنطلق عليها النانو ساتلايتس أو كيوب ساتس، بتبقى يا إما أقمار تجريبية أو أقمار للبحث والتطوير. الحقيقة أنا شرفت إن أنا كنت عضو في تحالف مصري يضم مؤسسات أكاديمية مع هيئة الاستشعار لتصنيع تصميم وتصنيع قمر كيوب سات، الحقيقة مجموعة أقمار حاليا دلوقتي كاملة بأيادي مصرية، يعني حتى النهاردة بنستعين بولادنا في الجامعات، كليات الهندسة جامعة عين شمس والقاهرة والأكاديمية العربية والكلية الفنية، يعني مصر كلها يمكن النهاردة
فيها بروجرامز متخصصه. وبالتالي ممكن يكون عددهم دلوقتي وصل قد ايه تقريبا؟ يعني احنا مع تنوع المجالات احنا بنتكلم في يعني 6 أقمار 7 أقمار، انا بتكلم بالنسبه للاقمار الكبيره. في النهارده كان في اعتقد اطلاق كيوب سات، يعني الاسبوع ده مصر اطلقت 2 كيوب ساتس. طيب في الفترة. طيبة واحد بقى ده قمر يعد من الاقمار الكبيره وبيستخدم في ايه؟ طيبة واحد ده قمر كبير اللي هو 5.6 طن، ده يعتبر من الاقمار الكبيره، ده 15 سنه ان شاء الله العمر الافتراضي بتاعه، اكتر من 15 سنه، وده قمر اتصالات، ده اول قمر مصر تطلقه للاتصالات، اتصالات والانترنت. فده هي يقدر نقدم خدمة الاتصالات وخدمة الانترنت للأماكن المترامية الأطراف أو الأماكن النائية، حدود يعني تنزل جنوب لغاية حلب وشلاتين، في الشرق وفي الغرب وفي الشمال، ومغطي كمان عدد من الدول المحيطة بمصر. الأمر ده مغطيها، هيبقى مغطيها 100%، فنقدر نحن ندي خدمة الانترنت أو الاتصالات اللي في القاهرة زي في المدن البعيدة. طيب هل هو يقدم الخدمة للأماكن النائية فقط ولا بيحسن الخدمة للأماكن اللي فيها انترنت أوريدي؟ هو هيكون بيغطي نفس الاماكن. بس لو انت مكان وعندك فايبر في البيت او عندك كونكشن فايبر، لا دي اسرع من الساتلايت. الساتلايت مني ان هو بيدخل الخدمه للاماكن المحرومه. وممكن يستخدم في حالات الكوارث، يعني انت في عندك بنيه تحتيه ارضيه للاتصالات، بقى عندك بنيه بديل. تحتيه كمان بديل، بحيث لو حصل لا قدر الله يعني قطع كامل او يعني ديزاستر زي ما بيقولوا، لا هيبقى عندك ما عندكش انقطاع كامل للانترنت في مصر، عندك بديل للاتصالات. طيب. ولكن لو في غطاء حته متغطيه كويسه الالياف الضوئيه طبعا اسرع من الساتلايت. طيب عندنا هنا في مصر بقى لما اي دوله بتحب يبقى عندها قمر صناعي، ايه الخطوه الاولى؟ بتعمل ايه؟ الخطوه الاولى طبعا على حسب حضرتك عايز هتصنع. خلينا ناخد المثال بتاعنا ده، لو عندك قمر بهذا الشكل، اول خطوه بتبقى حجز حيزات تردديه بالاتحاد الدولي للاتصالات، يعني بتقدم ملف في الاتحاد الدولي للاتصالات بتقول له والله انا عايز احجز المدار الفضائي كذا، ثم تستوفي مجموعه من الاشتراطات الفنيه وبتقدم دراسه متكامله، دراسة فنية عن مواقع التغطية المتوقعة، يعني في مجموعة إجراءات أنت بتمر بيها علشان تقدر تأخذ هذا الحق. المدارات اللي احنا بنتكلم عليها دي يعني بيسموها الجيوستيشنري أوربتس، ده مدار بيخلي القمر الصناعي ثابت، كأنه بالظبط ثابت فوق النقطة أو البقعة اللي بيغطيها. المدارات انواع، المدار اللي هو الجيوستيشنري اوربت ده يعني مدار مكتظ جدا جدا وعليه طلب عالي جدا جدا من كل الدول، من كل دول العالم. لو حضرتك شفت يعني لو كان في مجال يمكن مستقبلا نبقى نعرض حاجه زي كده، بيكون في رسمه بتوضح ان المدار اللي هو الجيوستيشنري اوربت ده مكتظ جدا وعامل بالظبط زي السكيرسي سورس، قطعه ارض. طيب احنا حجزنا المطار. تمام، ده في التنظيم القانوني للوضع. بعد ما بتحجز المطار بتبدا تتخذ اجراءات في التعاقد مع شركات دوليه مصنعه، شركات خاصه، شركات خاصه، وبتبدا طبعا اتفاق تشوف يعني اتفاق تجاري. اتفاق تجاري، تبدا تشوف ايه هو انسب تصميم ملائم للمهمه او للميشن اللي انت محتاج ان انت تعملها، ايه الخدمات اللي انت هتعملها، تبدأ تتعاقد، تتخذ آليات أو إجراءات التعاقد، ثم تبدأ على التوازي تبدأ تجهز البنية الأساسية بتاعتك من حيث المحطات الأرضية، من حيث إطباق الاستقبال والإرسال وهكذا. أنا تعاقدت وبعد التعاقد تبدأ عملية التصنيع. كويس. ثم إطلاق القمر. هنوقف عند هنا. كويس. بعد الفاصل هسأل ضيوفي، طيب عملية الإطلاق للقمر طيبة يوم الجمعة هتبقى فين؟ ومين في مصر المفروض ان هو يتحكم في هذا القمر؟ يعني هل نطلق قمر كي يتحكم فيه دولة تانية او الشركة المصنعة، ولا التحكم هيكون مصري 100%؟ والتحكم ده بقى هيبقى عن طريق شركة مصرية ولا هيئة ولا وزارة؟ هسأل ضيوفي بعد الفاصل. طيبة واحد معادنا يوم الجمعة الجاية مع اطلاق هذا القمر الصناعي الكبير وفقا لوصف ضيوفي. بعد فاصل قصير نكمل حوارنا، خليكم معنا.
بنعود لحضراتكم مرة تانية. طيبة واحد هو اسم القمر الصناعي المصري اللي مصر بتستعد لإطلاقه يوم الجمعة اللي جاية. باشمهندس طارق، عايزين بقى تفاصيل، ايه اللي هيحصل يوم الجمعة وفين، وبعد ما عملية الإطلاق تتم ايه اللي هيحصل بعد كده في التشغيل؟ تمام. يوم الجمعة إن شاء الله 11 بالليل بتوقيت مصر هيتم إطلاق القمر من قاعدة لشركة اسمها أريان سبيس، دي المسؤولة عن إطلاق القمر. الصاروخ اللي هتركب عليه اسمه أريان 5، ده أحدث صاروخ عندهم، ودي هتطلع من فرنش جيانا، جيانا الفرنسية، دي شمال البرازيل في أمريكا الجنوبية. فسيتم إطلاق القمر ده إن شاء الله هيبقى لايف، أعتقد ما هياخد ممكن حوالي، هنتابعه حوالي ساعتين لغاية لما إن شاء الله يطلع. بعد كده بيحصل اختبارات، بتاخد بقى دي فترة طويلة شوية، إنه دخل المدار وإنه بيبعت الرسائل وبيبعت الإشارات منتظمة مع المحطات الأرضية. ففي خلال من 3 لـ6 شهور إن شاء الله هيكون جاهز تقديم الخدمة. إن في كمان يعني تزامنا مع إطلاق القمر في بنية تحتية بتعمل في الأرض للمحطات الأرضية اللي بتتحكم في القمر، ومنها هتقدم الخدمة للشركات أو الهيئات اللي هتعوز الخدمة لل. طيب أطلقنا القمر بقى، بنسلمه لمين؟ يعني مين اللي بيستلم التحكم في هذا القمر؟ وكمان مين اللي يقدر يطلب خدمات؟ وإيه هي الخدمات؟ وكالة الفضاء المصرية هي المنوطة أو مناط إليها طبعا هذه المهمة. خلاص، فطبعا وكالة الفضاء أول ما يطلق القمر إن شاء الله، طبعا الشركة لازم حتى يعني يوم الإطلاق لازم نطمن إنه القمر نزل في مداره السليم، هو 35.5 درجة شرق. يوم الإطلاق واللي احنا هنشوفه إن شاء الله يعني جميعا إن شاء الله على خير وربنا يوفقنا والإطلاق يتم بلا أي مشاكل. عملية الإطلاق بتطلع القمر في مدار بيسموه Geostationary Transfer Orbit، يعني مدار لنقل القمر إلى موقعه النهائي. العملية دي بتاخد وقت، يعني مش لأن حضرتك القمر لما بيتم إطلاقه آخر يعني بيتم إطلاقه يعني على ارتفاع، خلينا نعرف إنه تم إطلاقه تمام وخلاص يعني ready to go زي ما بيقول، يعني 180 كيلو فوق سطح الأرض بيتم إطلاق القمر. عظيم. طب عايز يوصل لفين؟ عايز يوصل ل 35,000 كيلو، 35,700 كيلو. وصل بقى لمكانه الصحيح. هنا بقى ندخل في عملية الإدارة، وكالة الفضاء هي اللي بتجيب. وكالة الفضاء هي بقى اللي لازم يعني بعد طبعا ما خلاص الشركة بتسلمه وبيبقى موجود في مداره بشكل سليم، بتبدأ وكالة الفضاء إن شاء الله تبدأ بقى تتابع تشغيله اليومي على مدار 24 ساعة، يعني 24/7. بتبدأ بقى تراقب كل التليمتري، كل المعلومات اللي بتبقى اللي القمر بيجمعها. مهم جدا طبعا، في حوالي أكتر من 1000 مؤشر القمر الصناعي بيغذيه المحطة الأرضية، من درجة الحرارة، من الميول، يعني كمية انديكيتورز طبعا معقدة جدا. أي انديكيتور ممكن يكون غير سليم يستلزم تدخل من المحطة الأرضية لتصحيح مسار القمر. أي إشارة دي يعني غير منضبطة مع المعايير، دي شغلانة وكالة الفضاء. تمام. هنا بقى هنيجي للناحية التجارية، مين جمهور هذه الخدمات؟ تمام. بالنسبة للأمر الصناعي عشان اتصالات، ده في الشركات العامة والشركات الخاصة. ندي أمثلة، شركات البترول أو استكشافات البترولية الجديدة في البحر المتوسط، البحر الأحمر، في الصحراء. الشركات دي بيبقى عندها نوعين من الخدمة، واحد إن هي توصل إنترنت للأبحاث تبعتها أو تستقبلها، أو الاتصالات مع الشركة الأم. فهو هيروح للشركة اللي تدير القمر وبيقدم بيطلب خدمة بمواصفات معينة، عايز مثلا ساعة قد إيه، سرعة قد إيه، وبيحط عنده جهاز بيوصل للقمر وبينزل على المحطة الأرضية بتوصله سواء للإنترنت أو للشركة الأم بتاعه عن طريق الساتلايت. دي أنواع، يعني يمكن للشركة أن توظف وظيفة بعينها للقمر الصناعي. بالضبط، للشركة دي، للاختصاص ده. تمام. ممكن يجي مثلا الحاجات الهيئات الحكومية، التعليم عن بعد، التشخيص عن بعد في الطب، ممكن في الزراعة، حاجات الإنترنت الأشياء ممكن بنتكلم عليها، إنه هنقدر إن احنا نقدم خدمات
للقطاعات المختلفة من الدولة الحكومية اللي تساعد في التنمية المستدامة، تساعد في التحول الرقمي، تساعد في الشمول المالي. كل الحاجات دي كان ما نقدرش نقدمها للأماكن المتنامية للأطراف نتيجة عدم وجود خدمة الاتصالات. دلوقتي أنا هقدر أديها زي ما أقدر أعملها في القاهرة، أنا هقدر أعملها في آخر حتة في مصر. تمام. الدول يعني بيؤخذ في الريكورد بتاعها البحث العلمي، ويمكن احنا عايزين نعمل حلقة تانية عن موضوع وكالة الفضاء دي كمان، وايه نشاطاتها اللي موجودة في مصر، لانه يمكن مش كتير من جمهور المتلقين بيعرف كتير عنها. يعني حاسس ان انتوا كمان مترقبين يوم الجمعة يعني، وبحس انها هتبقى فرحة للجميع مش بس المتخصصين يعني. ان شاء الله طبعا، وان شاء الله نحتفل باقمار اخرى وتنمية اخرى، لانه يعني كل خطوة من الخطوات دي بتساهم. يعني وصلنا لحد الشمول المالي في اطلاق في الفاده من اطلاق قمر صناعي. انا بشكركم شكرا جزيلا على تشريفكم النهارده، على وعد ان احنا نكرر هذا اللقاء ان شاء الله بعد يوم الجمعه، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي، ونشوف الصوره جميعا مع بعض ان شاء الله. اعتقد انها تبقى يعني منقوله او مذاعه سواء مباشره او مسجله لاطلاق طيبه واحد القمر الصناعي المصري الذي سيستخدم في مجال الاتصالات. بشكر دكتور رامي احمد فتحي، شكرا جزيلا على تشريفك. الف شكر. بشكر مهندس طارق شامخ، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في الحال يوم. خليكم معنا.